السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادة من قناة انفينيت جيمنج، واليوم رجعنا لكم بلعبة ليتل نايت مير 2 يا جماعة الخير. في الفيديو السابق شوينا الدكتور يا جماعة، اما في هذا الفيديو ما اعرف ايش اللي راح يصادفنا، اتوقع راح يصادفنا شيء اقوى عن الدكتور يا اخوان، هذا اللي اعرفه. فخلونا ما نطول بالكلام ومشاهدة ممتعة للجميع. طيب يا جماعة الخير، في الفيديو السابق وصلنا في هذا المكان لو كنتوا تتذكروا لما طاح شخص من السقف يا اخوان، انزين فوصلنا هذا المكان يا جماعة، فخلونا نتحرك. يا سكسي تعال بسرعة، هو هذا الشخص اللي طاح من السقف يا جماعة، هو هذا الشخص اللي قاعد اتكلم عنه انا. ليش يعني ليش؟ ايش سالفتك؟ شو شفت يا سكس مو ايش قاعد تسوي؟ قاعد تشوت والله انش تفوزي. خلا خلا خلا، اوكي شكل الطريق من هنا يا جماعه، حنتسلق هذا الدرك وبعدها بندخل هذا المبنى اللي قدامنا هنا. خلا خلا سكس، خليك سريع خليك سريع، انا متحمس يا جماعه اليوم يا اخوان. انا ما اشوف شيء، افتح الفلاش لايت، انا ما قاعد اشوف. من هذا؟ من انت يا هذا؟ تريدني افتح لك الباب؟ اذا كان مسدود صعب اقدر افتح لك الباب. طيب اجيب الا ذاك السكرو درايفر وقانك. هذه ليش سالفتهم؟ ليش قاسين يشوفوا التلفزيون يا جماعه؟ ايش سالفتكم؟ ليش سالفتكم؟ اي تعرف كان فضول يا اخوان، ليش قاسين يعني يشوفوا على التلفزيون؟ انزين اوكي، وش نسوي الحين هنا؟ شكله هنا بيكون في بوش صح؟ ايوه عطني بوش يا سكس. انزين شو في وحده قاعده تشوف تلفزيون في الحمام يا اخوان، قاعده تشوف تلفزيون في الحمام. انا بتحرك، خلا سكس خليها تشوف، قاعده تشوف نتفليكس في الحمام. انزين اوكي شيء، انتظري يا سكس، ما كذا ماش مستعجله. اها هذا يتقول لك يعني الطريق بيكون من هنا يا جماعه. والله كنت بطيح. وبعدها اوكي نروح فوق يعني ولا كيف بالضبط؟ بنروح فوق يا جماعه. شيء مدخل هنا يا اخوان، شيء مدخل بالضبط، لازم انزل هناك تحت في ذاك المدخل يا اخوان. انا بقحم اوف كنت بطيح والله. لا 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 انا غلطت يا اخوان، انا غلطت. لحظات انا غلطت، انا فهمت وش لازم اسويه. انزين لحظات، اعطي بوش، قصدي جمب يعني. انزين تعرف شو لازم اسويه؟ اول ما ذاك نص هذا المكان نقحم بالضبط كذا لازم نسويه. انزين وبعدها بنتسلق هنا فوق، بنروح لها سكس، بنروح لها يعني. انزين ايوه شكله هنا الطريق بالضبط، هنا بندخل هنا. سكس لحظة انا بدور لك مفتاح وقاينك. انزين ننتظر شوية بس، انا بروح هنا. شكله المفتاح وين بيكون؟ خليني افتح هذا اسمه هذا الدرج بالضبط، هنا المفتاح. تعال لا 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 شل المفتاح يا حبيبي. ايوه خليني اروح افتح الباب على اساس نحرر السكسي. يلا اطلع. انزين اذا ممكن تجي تعطيني بوش. ايوه تعال يعني. انزين وبعدها اوكي الحين ناخذ نروح فوق صح ولا كيف؟ انا ما فهمت. لا هذا قاس يرجعنا تحت يا اخوان، هذا قاس يرجعنا تحت يعني ما كذا. وش لازم نسوي؟ اوكي 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 فهمت يا جماعه، اوكي فهمت يا جماعه. وش لازم ننزل الاليفيتر وبعدها اول ما يجي الاليفيتر نقحم يا جماعه، نقحم الحين. يلا الحين نقحم كذا السالفه يا اخوان، طلع كذا السالفه. انزين اوكي خلا وين؟ ايوه هنا الطريق يا جماعه، هنا الطريق حلو.
طلعنا برا يا جماعة، طلعنا برا. اوكي what the view man what the view. خلا سيكس خلا شكلها بنتسلق هنا بالضبط، هنا الطريق لف صوب اليسار ايوه وكذا. يا اخواني ايش هذا؟ والله ايش هذا الجرافيكس في هذه اللعبة صراحة؟ الجرافيكس يفتح النفس. اها تعال سيكس اعطني بوش. اوكي انا بضبطك، انا يعني بضبطش يعني. اوكي لحظات زين ايوه تسلقي وبوديش هناك. ايوه زين الحين كيف السالفه؟ كيف انا بروح؟ ها هي إيه اللي اسمها ذكاء. اوكي بتمسكني يلا كان شويه اطيح ولكن قدرنا. خلي يلا خلا 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 سكس خلونا نركب هذا الدرج. انا اتوقع يا اخوان لحد الحين ما بعدنا ما بدينا الفصل يا جماعه، بعدنا يعني. زين الحين يبانا ننزل هذا ايه وش صار؟ ننزل هذا الدرج. اوكي خلا اذا ممكن سكس تطلع شوي اي دركب. سلامات انزين زين وبعدين شكله هنا 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 في هذا البيب. خلا 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 باغين صح نوصل. ايوه هنا 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 يا جماعه هنا الطريق. شكله الحين نبدا الفصل يا جماعه من هذا المكان اذا ما خاب ظني، يعني اتوقع من هذا المكان نبدا الفصل. انزين اها ايه اوكي. لا 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 وش قاعد يصير هنا؟ بسرعه 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 بسرعه. لا 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 بينهار المكان، بينهار يا جماعه المكان بينهار. بسرعه بسرعه قوم 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 مونو قوم. قلت لكم يا اخواني بينهار المكان بسرعه. خليك سريع باسمك. بطيح بطيح بطيح. لا لا ما مسكت يا اخوان، ما مسكت يا جماعة، ما قدرت امسك اصلا، بعيد اسمه ذاك الخشب. لا يعني كان اصلا لازم يصير كذا يعني. اوكي والفلاش الفلاش لايت مالي ذاك اسمه اخترب يا اخوان، الحين ما عندي فلاش لايت. شوف هو خلاص مخترب. اوكي اي انا ما شفت شيء. 6 يلا تعالي. ليش قاعدين يشوفوا على بعض كذا؟ ايش السالفة؟ يلا يلا قومي قومي قومي. خلا خلا خلا. خلينا نروح هذا المكان، يمكن هنا. اتوقع هذا هنا الطريق. ايوه. تعال تعال ساعديني. اوكي. ايش تعال ساعديني؟ مش افتح الباب. زين انا بدي ادخل هذه الغرفه اشوف اذا كان في شيء. شوف هذاك الصوره يا اخوان اللي في اللي معلقينه في الجدار يا اخوان، اتوقع هذاك الشخص اللي راح نواجهه في هذا الفصل اتوقع. هنا ما في شيء، ما في شيء هذا المكان. خلينا نروح الغرفه الثانيه اللي هنا. اتوقع هذاك اللي في الصوره يا جماعه هو اللي راح نواجهه في هذا الفصل. ها بدينا سوالف مره ثانيه. انزين يلا يلا عاش 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 مونا توم. هذه المره يا اخي يا اخي يدعف ايش داخل وش خلف الباب يا اخوان؟ جاني فضول يدعف ايش خلف الباب. اوكي يلا يلا عاش 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 مره ثانيه مره ثانيه مره مره يلا عاش 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 عاش, عاش. يلا اوكي اتوقع المره الثالثه يا اخوان ما نقدر ندخل داخل. ايوه الحين بندخل. ايوه دخلنا داخل التلفزيون. يا اخي داعف ايش خلف هذا الباب يا اخوان؟ اي داعرف. عسى هذه المره نقدر نفتح هذا الباب. لان كل ما نوصل عند الباب سكس يسحبنا. طلعنا من التلفزيون يا اخوان.
فعسى هذه المرة نواحي يعني ونقدر نفتح هذا الباب. لا تسحبني يا سكس، انتظري شوي، انتظري. فتحنا يا اخوان، فتحنا الباب. لحظة. ايه وش هذا؟ وش خلف الباب؟ هو ذاك اللي في الصورة يا اخوان، هو ذاك اللي في الصورة اللي كنت اتكلم عنه قبل شوية، هو ذا الشخص يا اخوان اللي في الصورة. لا يا اخوان، لو ما فتحنا الباب، شفتوا كيف طوله؟ يا ساتر يا اخوان، هذا جاي ترى، انا اقول لكم هذا جاي. شوف حتى سكس تقول لي خلا، هذا جاي. ايه شوف جاي، هذا جاي يا جماعة، هذا جاي والله. سكس قصة تشرد، والله طلع من زون يا اخوان، طلع من تلفزيون. اركض يا مسمك، اركض يا سكس. شوفي بطل اللي اسمه الزمن يا جماعة، هذا الشخصية يبطل الزمن، يخليك بطيء. خلا مسمك سكس، خلا سريع، ادخل. استغبي، انا بستغبي تحت السرير يا جماعة. اوكي، ما شافني يا جماعة. سكس بيشوفوه يا اخوان. سكس يا حبيبي، انت تبين تراك، تعال يا سكس، تعال. بيمسكوه يا جماعة، مسكوه قصي، سحبوه يا اخوان، سحبوه السكس. ايش هذا بقى ذا؟ ايش روح ولا ايش هذا؟ روح ولا ايش هذا يا اخوان؟ شلوه سكس يا جماعة. زين انا الحين وحدي يعني، زين ممتاز جدا، فانا يعني بلعب وحدي في هذا الفصل، فالحين لازم نروح ندورها سكس. انا بدخل من فوق التلفزيون، شكل الطريق هنا يا جماعة. اتوقع سكس موجودة في التلفاز، داخل هذا التلفاز اتوقع. حلو، انزين وين الطريق بيكون؟ وين نروح الحين يا جماعة؟ نتسلق هنا شكله، ولا كيف؟ ايوه نتسلق شكله، لازم نركب الطابق العلوي هذا. اوكي اقحم، ايوه شي تلفاز يا جماعة هنا. هل ندخل داخل التلفاز ولا كيف؟ نقرب؟ لحظة قرب، ادخل داخل التلفاز. صار تليبورتر عبارة هذا التلفاز. اوكي فهم. بودي لك الصوب على اساس اسمه ذاك اتنقل، ما ثاني. بودي التلفزيون هذا الصوب الثاني. انزين على اساس نتنقل يا جماعة. بخلي هنا. اوكي. اتوقع نفتح هذا الباب الحين. بالضبط، نرجع لهذا التلفاز، انا ما اشوف شيء. اوكي شي طريق هنا صح؟ شي طريق. اوكي ندخل داخل التلفاز، وبعدها التلفاز بيطلع لنا صوب الثاني يا جماعة. شفت كيف؟ يطلع لنا هذا الصوب. والله الحركة ممتازة يا جماعة، عجبني كيف الحركة. يلا اركب يا مون، خلونا نروح ندور على سكس يا جماعة. اوكي. شو الان طيح، شو انطيح يعني انكسر هذا الخشب. انزين تو هذاك ليش السكس؟ انا ما فهمت ليش السكس يعني، هيك كنت بطيح. ايش سالفته ليش السكس يعني بالضبط؟ اكيد في سبب. ممتاز، اكيد في سبب يا اخوان ليش يعني وشل سكس، فلازم لا بطيح، فلازم نعرف ايش السبب يا اخوان. ادخل داخل. اوكي شي تلفزيون هناك يا جماعة، انا كنت بنزل من هنا، اتوقع الطريق بيكون تحت. اوكي شي تلفزيون ثاني هنا، لكن ما شغال هذا التلفزيون، ما شغال يعني ما نختار اسمك نتنقل. شي ريموت يا اخوان، ريموت من التلفزيون هذا،
بالضبط هذا الريموت من التلفزيون حصلنا. كيف اذا باغي بطله اوكي داير اذا باغي نبطله. اوكي الحين اقدر اتنقل صح؟ اروح فوق بالضبط. ها الحين هذا الريموت هذا عبارة عن اسمه هذا هو اللي راح يفتح التلفاز يا اخوان ويخليك يعني تنقل من مكان لاخر. انزين الحين في تلفزيون هنا، خلونا نقحم ونمسك هذا الليت، خلونا نشوف ايش فيه هنا. انزين هنا يا جماعة، هنا كيف نقحم؟ اوكي شفت في هذاك، في حاجة هنا تحت يا اخوان، في هذا الترولي. انزين مرخط سحبة حدك كذا يعني؟ خليني اقرب اسحبه من قدام. لا ما يصير، كيف ما يصير؟ لا ما يصير حده كذا يعني. انزين خلينا نفتح هذا الاسم التلفاز. انزين ده دخلنا بيطلعنا هناك في البدايه صح؟ انا ما فهمت يا جماعه وش اسوي بالضبط هنا. انا بنزل تحت، يمكن في شيء تحت هنا، في شيء هنا يا جماعه. حصلنا يا اخوان، حصلنا كمه، شيء كمه تحت غيره. خلينا اغير الكمه، البس هذا الكمه اليوم في هذا الحلقه، بنلبس هذا الكمه يا جماعه. اوكي شيء طريق ثاني، حتى هنا شيء طريق يا جماعه. هذا وين هذا؟ اتوقع ينزلك تحت يعني يوديك طابق السفلي يا جماعه اتوقع شكله صح. ايوه زين، المشكله ما كذا، المشكله هذا ما اخذها دفره. لحظات ما في سالفه ليش. اوكي الحين فهمت. اوكي الحين قضيت الدفره يا جماعه. ايوه لا بخليه في النص، بخليه هنا. الحين بنرجع فوق. انزين لما نرجع فوق، اوكي بنرجع فوق، بنقحم هنا، وبعدها عاد بنركب فوق الكارت. ايش فيك يا منى؟ ليش ما قحمت؟ انزين ايوه بنقحم فوق هذا الكارت، بنقحم هنا كذا وكذا بالضبط. العقل شغال يا اخوان، العقل شغال اليوم. انزين اوكي حلو. اتوقع ما حد سمع، اتوقع ما حد سمع. يا ساتر في حد يا اخوان هنا، في حد حبوه شوفيهم اسم ذاك انت، ترى القناه ابو قاسم تشوفي ترى ما واضح. فاذا عندي ريموت اذا باغيني يعني اغير ليش القناه. اوكي انا بروح يا اخوان. اسم ذاك اتوقع في شيء لم تسوي هنا. في لحظه خلينا نطلع هنا. فهمت ايش لازم نسوي يا جماعه. عندي الخطه يا اخوان، عندي الخطه. انزين بنجي هنا، بنسكر هذا التلفاز على اساس هذه تطلع من هذا المكان. يبي تروح تشوف التلفزيون الثاني اللي موجود هناك يا اخوان. انزين على اساس انا اقدر ادخل هنا. اول ما ادخل هنا بيطلعني صوب الثاني، شفت كيف؟ هي قاعده تشوف هذا التلفاز اللي هنا. بالضبط هذا اللي صار. يلا نتسلق هذا الدرج. انا غيرت ليش القناه اذا ما اعرف اذا كان بيعقب شر القناه. ما كان يعقب، ما اعرف اذا كان بيعقب شر القناه. هذه عند جينا الحين. لا وين رايح؟ هنا 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 يا حبيبي هنا. شيء واحد ثاني. والله الخطه عندي يا جماعه، عرفت ايش اسوي لهذا هذا اللي قاعد يشوف التلفزيون. والله الخطه عندي، شوفوا يا اخوان شوفوا. بس سكر التلفاز والحين باغي بيروح يشوف ذاك التلفزيون الثاني، يروح يطيح. سافيج.
يلا ندخل هنا. مسكين ذاك والله مسكين رحمته. إيه لا 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 يا مسمك يا مونا خليك مركز. انزل الحين. شكل الطريق بيكون من هنا يا جماعة. انزل لحد الحين هذا هذا الفصل يا اخوان احسه سهل يعني ما معقد لحد الحين احسه سهل. ما اعرف ايش اللي بيصادفنا قدام يا اخوان ولكن لحد الحين احس اموره طيبه في هذا الفصل. هذيل وش باين تحر ولا ايش؟ ايه باين تحر قاسي ينتحر هذاك. ايش صار انت؟ ليش ليش ينتحروا؟ ليش ينتحروا يا جماعه؟ والله قاسي ينتحر يا اخوان ما اعرف مسالفتهم. الله يعينهم هذيل. انا بنزل تحت. شيء تلفزيون هنا ما شغال بفتحه ما اقدر افتحه شكله ماشي كهرباء. صح انه ماشي كهرباء. نروح هنا ولا وين؟ اه اوكي اوكي فهمت 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 اتوقع. انزين لكن بسبب ما كذا السالفه يا جماعه ان هذا التلفاز ما طاع يشتغل. الحين اشتغل اول شيء كان ما يشتغل وهذا بيطلعنا للصوب الثاني. الحين شوف كيف هم بيطلعنا للصوب بالضبط. اوكي في صوت يا اخوان في صوت شيء ماي تحت. ايش الزر هناك؟ هذا الزر حلوش. في حد يا اخوان؟ لحظه افتح الباب. لا ما اقدر افتح الباب. شفت كيف في حد داخل؟ اتوقع فهمت يا اخوان. لا 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 هدي 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 مسمك هدي هدي. والله والله تشوط والله تشوط. عرفت ايش هذا؟ شفت الواير؟ انا شفت الواير ترى يا اخوان. يلا كيف حالك؟ عسى مسمك ذاك ما صار لك شيء. يلا طلع كذا سالفته. هذا كان باغي اسمك يهاجمني. اوكي شيء تلفزيون ثاني هنا وشيء زر مخترب يا اخوان. هذا المقبض خربان يا جماعه. خلينا نفتح هذا اسمه هذا التلفاز. لكن اتوقع الطريق بيكون من هنا. زين انا بطيح هذه الزباله وبعد ايش نسوي الحين؟ شكله في خطة يا اخواني. شيء تلفزيون ثاني بفتحه. انزين اوكي بنحتاج هذا بنحتاج هذا البوكس على اساس نفتح هذاك الزر مال الاليفيتر يا جماعه. اوكي هذاك لكن ما فهمت ايش نسوي بالضبط. لو دخلنا داخل هذا التلفزيون وين بيطلعنا؟ وين بيطلعنا؟ لحظات خلونا نفتح هذا الاليفيتر. اوكي وما يتفتح كامل بعد خربان الباب. زين هذا لحظه خليني ادخل. بيطلعني فوق صح؟ بالضبط يطلعني هنا. اوكي اوكي اتوقع فهمت يا جماعه. انا ما فهمت بالضبط. لا 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 لحظه 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 اوكي اوكي بفتح هذا. هنا شيء هنا شيء حفره يا اخوان. شفت كيف؟ شيء حفره ولكن اصلا ما كنت بقدر اطلع لان الباب مش مذك مسدود. اوكي زين الحين بطلع. فهمت يا جماعه اتوقع اني فهمت. فهمت يا جماعه ايش لازم اسويه؟ فهمت يا جماعه وش لازم نسوي؟ انزين ما ندخل داخل هذا الاليفيتر حلو؟ انزين لما ندخل داخل الاليفيتر بننزل المقبض او بننزل المقبض ندخل داخل. انزين بننزل داخل بننزل هنا تحت حلو؟ وبعدها نقحم. ذاتس ات يعني
اوكي وش هذا؟ وش هذا؟ انزين ما شاء الله على على هذا الصنم الفجر قصدي يعني. انزين طاح الفجر طاح الفجر. لا 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 مكان يشوط يا جماعة مكان يشوط. لا 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 شو 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 المكان اللي ما مبلول ما فيش ما يشوط يعني ماشي كهرباء قصدي. محتاجين كرسي يا جماعة عشان نفتح هذا الباب. فايش لازم نسوي؟ نطلع الريموت ونسكر عليها. بتجيب يا اخوان هون ما تجي بنجيبه هنا. يا مت يا اخوان مت. يا الله استعجلت شوي. جمب 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 حلو ايوه كذا كذا يا حبيبي كذا كذا اللي اسمه الكهرباء. انا ما اقدر اشوف شيء. اوكي الحين راح ناخذ هذا الكرسي على اساس نفتح وش الباب. تعال انزين ايوه نجيبه هذا المكان عند الباب خليه هنا بالضبط يكفي. اذا ممكن تركب فوق الكرسي ايوه انزين حلو عادي انزل. اذا نزلت ما بموت. نزلت الاسم ذاك في الزباله. وش قاعدين نشوفه هناك يا اخوان؟ والله ما يدعف ايش قاعدين نشوفه. فانا بشرد انا بشرد يا جماعه. انزين اسمع صوت الكهرباء يا اخوان اسمع صوت الكهرباء. ايوه شيء كهرباء يا اخوان وشيء ماي. عرفت ايش اسوي. شفت شيء هنا بالضبط باغين هذا يا اخوان. هذا ليش يروح كذا؟ ما قصي يروح سيده. انزين هذا يا اخوان بنعقه هناك بنرميه في اسمه ذاك بندفر يعني في الماي اساس وش نتسلق. انزين بنرميه كذا وبنتسلق هنا وبعدها شيء تلفاز هناك يا جماعه. لاحظنا شيء تلفاز اقحم حلو. انزين وبعدها بنزل هنا شيء ملطيح. هنا ماشي ماي صح؟ لا هنا ماشي ماي. اوكي بعدين نتسلق هنا فوق يا اخوان. اتوقع في زر هناك في فوق في زر على اساس نسكر هذا الكهرباء. انزين انزين وين الزر؟ بالضبط هذا الزر مال الكهرباء. حلو الحين امورنا زي العسل. انزين وش نسوي الحين؟ لحظات انا بغى اتوقع بنرفع هذا الترولي مره ثانيه. لحظات نجيبه هنا ولين؟ هذا الترولي غريب يا اخوان يروح بالمقلوب. اوكي اتوقع لازم نخليه وين هنا ولا وين؟ اتوقع هنا يا جماعه ولا كيف؟ شكله هنا. انا لما سكرت الكهرباء سكرت التلفاز يا اخوان. فالحين لازم وش؟ فالحين يا اخوان لازم راح نفتح الكهرباء مره ثانيه. على اساس نستخدم التلفاز يا جماعه. حاله النقل. هذا اللي فهمته. فخلونا نقحم هنا. ونروح نفتح التلفاز. ايوه انزين بنفتح التلفاز قبل ما نفتح الكهرباء. اوكي بعد ما فتحنا الكهرباء يا اخوان بنروح هنا. انزين بننزل هنا يا جماعه وبعدها بنرجع هذا المكان بنقحم فوق الكارت. حلو وبعدها بنضرب جامبو
وبنروح صوب التلفاز. التلفاز ما فين بيطلعنا، طلعنا فوق يا اخوان. انزين شكله نطلع هنا. لا ما هنا، انا ما قاعد اشوف شيء يا اخوان. وش اوكي هنا فوق. نطلع هنا يا جماعه. حلو ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. كيف فهمت وش اسوي يا اخوان؟ خلينا نفتح هذا التلفاز اللي هنا داخل داخل هذا المحل. انزين وبعدها يبالي استغبي مكان قبل ما، ولا عادي خلينا نقرب السكر. انزين بيروح يشوف هناك يا اخوان. اول ما يروح هناك انا بفتح هذا اللي هم قاعدين يشوفوه، هذا التلفزيون قصدي. بدخل داخل يا اخوان. يلا قيه قيه يا اخوان. لا 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 ايش 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 قاعدين يا اخوان؟ قاعدين ايش يا مون؟ ايش قاعدين يا جماعه؟ قاعدين بسرعه. ما عقبنهم لاني انا سكت التلفزيون عنهم يا اخوان، ما عقبنهم. ايه هذا قاعدين يا اخوان. انا قاعد اروح صح، انت قاعد اروح صح كذاك. شو كيف ذلهم قاعدين والله. ادخل. اوه زين ما مسكون يا اخوان، زين ما مسكون يا جماعه. لا اخوان يا اخوان، انا بنهي هذا الفيديو في هذا المكان يا جماعه. راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان، فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير، واكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذا اللعب يا اخوان. اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذا اللعب لحد الحين، يعني ايش رايكم. فيس فكان معكم عادل من قناه انفين جيمنج، ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.